هذه بشارة يا مدرسين تكفى سووها مقطع جميل مقطع يسمعها كل مدرس يقول ابن تيمية سامع بإذني لأني كنت أودي شيخ محمد. فالشيخ يقول للطلاب إذا اجتمع مع المدرسين غير ما اجتمع الطلاب الطلاب ايش يقول لهم؟ يقول ابشروا يا طلاب ابشروا واحتسبوا الاجر تراكم جيتوا الصبح وقمتوا بدري وبرد عنيزه تعرف برد عندنا في بريده وعنيزه والرص الكريه والغصيم والنجده غالبا يصل درجه الحراره وقلت له 4-5 فوق الصفر صح؟ ويقوم بردان يحتسب قوله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنه. اذا جمع المدير المدرسين قال صلى الله عليه وسلم حديث إمامه إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحر يقوم ابن باز أصغر ما خلق تكاد لا تنال بنحد البصر وقالت تمشي صار طولك 170 متر ما شاء الله ما تشوفها أما القصير لا يمكن يشوفها حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره حوت لا يصلون على أي الحوت والخلق العظيم التقمه الحوت وهو مريم من أعظم مخلوقات الله الحوت صحيح. حتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الخير احتسب يا مدرس احتبي يا مدرس احتسبي احتسبي